إذن مشاهدينا، لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم تنضم معنا مباشرة وعبر تقنية سكايب من القاهرة السيدة أماني رشيد، محللة الأسواق المالية في مجموعة إيكيوتي. أهلا بك سيدة أماني، دائما معنا في جولات التداولات الأسواق. يعني أبدأ معك سيدة أماني، يعني من ترقب لصدور وقائع الاجتماع الأخير للفيدرالي، كيف يمكن أن تتحرك الأسواق إزاء مخرجات هذا الاجتماع؟ تفضلي. مساء الخير. طبعا يعني الدولار الأمريكي بيشهد تقلبات قوية منذ تداولات الأسبوع الماضي بعد بيانات التضخم التي أكدت على يعني نجاح الفيدرالي الأمريكي بعد 4 أشهر متتالية من السيطرة على وتيرة ارتفاع التضخم، وبالتالي بدأت التوقعات أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيف وتيرة التجديد النقدي وتقليل وتيرة الرفع خلال 2023. وطبعا يعني توقعات رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية بدأت تزداد، وصلت ل 80 و85% طبقا لأداة CME جروب. ولكن مع بداية التداولات الأسبوعية عاد يعني المخاوف من عودة الفيدرالي الأمريكي والاستمرار في تجديد السياسة النقدية بوتيرة قوية، طبعا بعد تصريحات أعضاء من الفيدرالي الأمريكي الذين أكدوا على أن التضخم لا يزال طبعا مستقرا بالقرب من أعلى مستوياته وبعيدا عن المستويات المستهدفة من قبل البنك عند 2%، وهو ما تسبب في نوعا ما بدء عودة التوقعات برفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس. وبالتالي ستترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر صدوره مساء غد، والذي قد يعني يساعد المستثمرين على تحديد توجهات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة. طبعا أيضا سنرتقب بصدور بيانات اقتصادية هامة، بيانات القطاع الخدمي والقطاع التصنيعي في الولايات المتحدة غدا، والتي ستكون أيضا مؤشر هل فعلا الاقتصاد الأمريكي يعني يتعافى ويواصل يعني تماسكه مع الاستمرار في رفع الفائدة بوتيرة قوية، أم أن الأوضاع الاقتصادية قد تبدأ في الضغط على الفيدرالي الأمريكي في الفترة المقبلة في يعني تقليل وتيرة رفع الفائدة مع اقتراب نهاية 2022. وبالتالي حالة يعني التخبط في الأسواق وتخبط توقعات الأسواق تسبب في نوعا ما زيادة الضغوطات على الدولار الأمريكي، حيث وجدنا أن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات عادة يتراجع لمستويات 106، والآن يستقر عند 107 مع الترقب لطبعا محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي والبيانات القطاعات التصنيع والخدمي غدا. طيب سيدتي الكريمة، يعني مخاوف الركود والتضخم وهي ربما صفتان مترافقة، يعني كيف يتعامل برأيك الأفراد المواطنين بشكل عام مع هذا التحدي، وأيضا كيف يمكن أن يؤثر على عمليات الادخار؟ طبعا عام 2022 كان من أكثر الأعوام التي تضرر فيها المستهلكين بشكل قوي جدا مع ارتفاعات التضخم. نحن الآن نرى أن التضخم العالمي مستقر عند أعلى مستوياته يعني في عديد من الدول، منطقة اليورو، بريطانيا تسجل مستويات قياسية جديدة كل شهر في بالنسبة للتضخم، الولايات المتحدة، وبالرغم من التجديد النقدي القوي الذي اتبعه الفيدرالي الأمريكي منذ شهر مارس الماضي، ولكن وجدنا أنه حتى الآن بالرغم من رفع الفائدة بقوة إلا أن التضخم لا يزال مستقرا عند مستويات 7.7%، وكما أشرت أنه من المستويات البعيدة جدا عن الأهداف المرجوة من قبل البنك. وبالتالي معدلات التضخم تسببت في الضغط على المستثمرين خاصة طبعا، وأن وتيرة رفع الفائدة بقوة في أغلب البنوك المركزية يعني يتسبب في وجود مخاوف من احتمالات ركود الاقتصاد العالمي، وبالأخص مع يعني اضطرار أغلب البنوك المركزية إلى الاستمرار في رفع الفائدة بوتيرة قوية مع استمرار ارتفاع الأسعار واستمرار ارتفاع التضخم، على الرغم من أن أغلب القطاعات وأن الاقتصادات تلك الدول تعاني من تباطؤ نمو ملحوظ ومخاوف الركود التي أصبحت تسيطر عليها. وبالتالي فهو ليس العام الأفضل بالنسبة للمستثمرين، ويعني تسبب هذا الأمر طبعا في ركود في أغلب القطاعات، خاصة طبعا قطاع سوق الإسكان، حيث تراجع الطلب على سوق الإسكان يعني بشكل قوي جدا خلال العام الحالي، معدلات الادخار تراجعت جدا،
حتى أن ثقة المستثمرين وثقة المستهلكين تراجعت في العديد من الدول لأدنى مستوياتها بسبب طبعا ارتفاع الأسعار. ولكن المشكلة الأساسية أنه على الرغم من استمرار أغلب البنوك المركزية في تلك السياسات والتي تتسبب في الضرر على الاقتصاد العالمي، إلا أنه حتى الآن لا نرى أي علامات أو دلائل قوية على نجاح تلك الدول في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار ووتيرة ارتفاع التضخم. وبالتالي تبقى أيضا توقعات أن 2023 قد يكون يعني مماثل لما سيمر به 2022، خاصة لو فعلا استمرت التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا والحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، وتسبب هذا في نقص إمدادات الطاقة ونقص إمدادات الغذاء. وبالتالي الأمر الذي يعني يلجأ له البنوك المركزية في السيطرة على ارتفاع الأسعار، على الجانب الآخر استمرار المخاوف واستمرار الحرب يأتي أو يتسبب في زيادة الضغوطات على المستهلكين وعلى المستثمرين بشكل عام. يعني نحن أمام فعلا تحدي كبير وهو التضخم والركود ونقص الإمدادات بشكل عام. يعني كيف يمكن برأيك أن تستغل الأسواق يعني لتحقيق أفضل الأرباح في ظل هذا الركود؟ يعني وجدنا أن يعني أكثر العملات التي استفادت من مخاوف الركود الاقتصادي أو من رفع الفائدة العالمية هو الدولار الأمريكي، حيث وجدنا أن مؤشر الدولار كان من أكثر يعني العملات التي ارتفعت بقوة. طبعا لأن الفيدرالي الأمريكي على الرغم من أن وتيرة رفع الفائدة يعني كانت قوية جدا في 2022، ولكن يعني نوعا ما الاقتصاد الأمريكي متماسك مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى التي تعاني من ضعف قوي، مثل طبعا اقتصاد منطقة اليورو واقتصاد البريطاني، والتي تسببت في نوعا ما انهيار قوي للعملات أو عملات تلك الدول، سواء كان الجنيه الاسترليني أو اليورو، أيضا الين الياباني. والتباين الواضح في السياسات النقدية تسبب أيضا في انهيار الين الياباني لأدنى مستوياته منذ عام 1998 مقابل الدولار الأمريكي. حتى أيضا بالنسبة لأسعار الذهب وجدنا أنها عانت من تراجعات قوية، لأن مخاوف الركود الاقتصادي تسبب في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي طبعا كعملة ملاذ آمن مع استمرار رفع الفائدة الأمريكية. وبسبب طبعا أن الاقتصاد الأمريكي نوعا ما متماسك على الرغم من الضغوطات التي تواجه الاقتصاد ويعني البيانات المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة، ولكنه طبعا مقارنة بالاقتصادات الأخرى لا يزال نوعا ما متماسكا. وبالتالي أكثر يعني من استفاد من يعني اضطرابات الأسواق العالمية في 2022 يعتبر الدولار الأمريكي، الذي وصل مؤشر الدولار مستويات 114 و115 قبل أن يعود مجددا لمستويات 106. طيب، 5 ديسمبر هو الموعد المقرر لدخول العقوبات النفطية على روسيا حيز التنفيذ. برأيك سيدة أماني، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة من قبل روسيا يعني عند تنفيذ هذه العقوبات برأيك؟ أسواق النفط كانت يعني من الأسواق التي عانت من تقلبات قوية في الفترة الأخيرة طبعا، مع يعني استعداد الدول الأوروبية لتنفيذ أو لدخول العقوبات على روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر القادم. الآن يعني روسيا تبدأ في الرد وتؤتي بتصريحات قوية، حيال أنها قد تمنع تصدير النفط للدول التي تبدأ في وضع حد يعني للأسعار أو حد للأسعار بالنسبة للنفط الروسي، وهو ما سيتسبب نوعا ما في وجود تقلبات قوية. هل بالفعل روسيا قد تمنع وصول إمدادات الطاقة للمنطقة الأوروبية مع الاستعداد لدخول العقوبات أو تنفيذ العقوبات بالفعل في الأسواق، أم أنها قد تبدأ في اتخاذ إجراءات قد تتسبب في يعني الضغوطات أو مزيدا من الضغوطات على الاقتصاد العالمي؟ أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار على النفط ومخاوف تراجع النفط الروسي، يعني يأتي في الوقت الذي أيضا يتراجع فيه المعروض النفطي من ناحية، وتهديدات روسيا أن تستمر في يعني نقص المعروض النفطي، ومن ناحية أخرى زيادة الطلب على النفط بسبب فصل الشتاء خاصة في المنطقة الأوروبية، تراجع الطلب في يعني عديد من الدول الأخرى مثل الصين، على الجانب الآخر الطلب على النفط في بقية دول العالم يزداد بسبب فصل الشتاء.
الشتاء، فهل بالفعل ستبدأ روسيا في يعني تنفيذ تحديها، أم أن أوروبا قد تبدأ في يعني التراجع عن يعني تلك القرارات؟ ولكن بوجه عام أسواق النفط أصبحت يعني من الأسواق التي تتأثر بشكل كبير جدا من أي تطورات قد تحدث بسبب طبعا الحرب والتوترات ما بين الجيوش السياسية ما بين روسيا وأوكرانيا، وعدم عودة معدلات الطلب كما كانت قبل تفشي وباء كورونا في 2020 الآن. وبالرغم من أن النفط الآن مستقر عند مستويات ال 82 دولار للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس، ولكن مخاوف أن تعود الأسعار للارتفاع من جديد مع مخاوف نقص الإمدادات من قبل روسيا إذا بالفعل نفذت تهديدها في الأسواق العالمية، قد نرى أسعار النفط تعود أعلى مستويات 90 من جديد في الفترة المقبلة. يعني يبدو أن سيدة أماني الأوضاع متجهة إن صح التعبير للتصعيد بين روسيا وأوكرانيا، ومن خلال تصريحات المسؤولين، كيف سينعكس ذلك برأيك على الدول المنتجة للنفط وخاصة في المنطقة العربية؟ هل ممكن أن تستخدم هذه الدول يعني مصادر الطاقة كوسيلة ضغط لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية المرجوة؟ طبعا بالنسبة لاقتصادات الخليج أو لدول الخليج والتي استفادت كثيرا من ارتفاعات أسعار النفط في 2022 ووصول النفط لمستويات قياسية، ولكن طبعا التوترات عامة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا تتسبب في الضغط على الاقتصاد العالمي، لأنه حتى لو أسعار النفط عادت للارتفاع وهو ما ستستفيد منه الدول المنتجة أو بقية دول الأوبك، ولكن طبعا ارتفاع أسعار النفط سيصاحبه ارتفاع للأسعار السلع العالمية، وبالتالي ارتفاع لمستويات التضخم التي تعاني منه أغلب الدول، وفي نهاية الأمر قد يضطر الفيدرالي كما أكد على أنه قد يبدأ في تسريع وتيرة تجديد النادي إذا استدعت الأوضاع هذا، وبالتالي سيضغط أيضا على الأسواق الناشئة وأسواق الأوبك. ولكن بعد الارتفاعات القوية التي سجلها في مطلع العام الحالي بسبب اللجوء المستثمرين أو زيادة الطلب عليه كملاذ آمن مع التوترات والحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، إلا أنه العديد من الضغوطات عادت لتسيطر عليه من جديد، لأن طبعا رفع الفائدة الأمريكية وتأكيد الفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في تسريع وتيرة التجديد النقدي ورفع الفائدة في كل اجتماع منذ مارس الماضي تسبب في الضغوطات على السلع المقومة بالدولار، خاصة السلع بدون عائد مثل الذهب، وبالتالي وجدنا أن الذهب يعود ويتراجع من جديد الآن، وبالرغم من تصعيد التوترات ويعني استعداد لتطبيق العقوبات على روسيا في 5 ديسمبر القادم، إلا أن الذهب حتى الآن يفشل في تقديم أو يفشل المستثمرين في تقديم دعم له واستقراره بالقرب من مستويات 1750 دولار للأونصة، لأنه على الرغم من زيادة الطلب عليه كملاذ آمن مع توتر الأوضاع العالمية، ولكن على الجانب الآخر الدولار الأمريكي وارتفاعات الدولار الأمريكي وتأكيد بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي في تصريحاتهم الأخيرة خلال الأسبوع الماضي على أن البنك سيستمر في رفع الفائدة خلال عام 2023 لأن معدلات التضخم لم تصل ولم تصل إلى المستويات المرجوة حتى يعني العام المقبل، تسبب أيضا في منع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، فالآن الذهب هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر عليه الفترة المقبلة والذي تترقبه المستثمرين عن كثب، وهي التوترات الجيوسياسية وتصعيد التوترات مع روسيا وتأثير هذا على زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وعلى الجانب الآخر الترقب لأي بيانات أو تصريحات من قبل الفيدرالي الأمريكي حول وتيرة التجديد النقدي، والذي إذا بالفعل يعني استمر في تسريع وتيرة التجديد النقدي فقد نرى عودة الضغوطات على الذهب خلال الفترة المقبلة من جديد. جزيل الشكر للسيدة أماني رشيد محللة أسواق مالية في مجموعة إيكيوتي من القاهرة، شكرا لك على كل هذه المعلومات وأيضا التحليلات.